يؤشر القائد الأعلى للقوات المسلحة مسؤوليته في غرفة العمليات الرئيسية. اندلعت الشرارة. قدرت بتوفيق من ربنا ان انا ادمر 6 دبابات في وقت خاطف ما تعداش 5 دقايق، فده طبعا ادى انا وبخلاف الاطم اللي معايا برضو ان احنا نعتبر كنا فصيله من 4 حكمدارية زي كده. فالحقيقه نتيجه التدمير المفاجئ ليهم بدات القوات العدو تنسحب، وقدرت ان انا ادمر طياره هليكوبتر، مما ادى ان بعد كده حصل تعطيل لامداد القوات اللي كانت موجوده في الصدر. اخبارنا كانت سابقانا وانتصاراتنا كانت يعني سابقه قبل ما نوصل لأهالينا، طبعا ان احنا نزلنا بعد فتره من بدايه المعركه. فالحقيقه كان طبعا استقبال فوق العاده بحلاوه النصر وبالفرحه بالنصر.